ممكن تسمعوا عن أماكن مهجورة أو بيوت مسكونة بالجن والأشباح، إنما عمرك سمعت عن مدينة ملاهي مسكونة بالأشباح؟ قصتنا النهاردة حصلت في المكسيك، ودي تعتبر تاني حلقة أنا بتكلم فيها عن المكسيك والظواهر الغريبة اللي بتحصل هناك. مدينة الملاهي دي اسمها رينو ماجيكو، وكانت من كتر ضخامتها ومساحتها الكبيرة وأحدث الألعاب الموجودة فيها كانت بتنافس مدينة ديزني لاند الموجودة في أمريكا. لكن إيه اللعنة اللي صابت مدينة الملاهي دي وخلتها إن هي محرم على البشر دخولها؟ السلام عليكم ورحمة الله، معاكم خالد رضوان من قناة قصة وحكاية. في البداية ريل ماجيكو ما كانتش مجرد ملاهي عادية، كانت بتعتبر مدينة كاملة للألعاب، وكانت رينو ماجيكو في يوم من الأيام بتنافس أشهر مدن الألعاب والملاهي في العالم، دي ملاهي ديزني لاند. وطبعا زي ما أنا قلت في البداية إن هي كانت في المكسيك، تحديدا في مدينة اسمها فيرا كروز، وكانت تعتبر أكبر مدينة ألعاب موجودة في المكسيك. تم افتتاحها عام 1988، وكانت بتحتوي على حمامات سباحة وملاعب كرة قدم وقصر كامل من الألعاب، بخلاف أكثر من 20 لعبة متنوعة وأماكن كتيرة لإقامة الحفلات وأعياد الميلاد. ده كمان كان فيها مسرح كبير ومطاعم بمختلف أنواعها، ده غير كمان كان فيها حديقة حيوان بمساحة كبيرة جدا، وكانت بتعتبر مشروع ترفيهي متكامل بينافس مدينة ديزني لاند الأمريكية. لكن رينو ماجيكو اتهجرت وما عادش حد بيقرب منها بعد ما كانت المكان المثالي للعائلات والأطفال اللي بيروحوا يلعبوا هناك أصبحت مكان محرم على دخول البشر وممنوع إن أي حد يقرب منها. طب إيه اللي حصل وخلاها إن هي تكون مدينة مهجورة؟ البداية لما في مجموعة حبوا إن هما يشتروا الأرض دي، وخصوصا إن هي كانت مساحتها كبيرة تصلح ان هم يعملوا اكبر مدينة ملاهي في المكسيك، لكن واجهتهم مشاكل كبيرة لما جم عشان ان هم يبدأوا في البناء، وخصوصا مشكلة ملكية الارض، لان الارض دي كانت عبارة في الاول عن مقابر قديمة وكان فيها قبور كتير وقديمة جدا، يمكن من مئات السنين لدرجة ما هماش عارفين، ومهجورة من سنين طويلة لدرجة ان ما عادش حد بيدفن فيها اساسا. وكان أكبر قرار غلط اتخذوا الناس اللي عايزين يبنوا المدينة دي إن هم ينقلوا الأجسام بتاعت الموتى لمكان تاني عشان إن هم يعملوا أكبر مشروع ترفيهي في المكسيك. وبالفعل بدأوا إن هم ينقلوا المقابر والجثث المدفونة تحت على أساس إن هم ينقلوهم في مكان يكون بعيد شوية، لكن كانت بتواجههم مشاكل من البداية. يعني كانت من ضمن المشاكل ان هما مش عارفين يتواصلوا مع اهل الناس اللي مدفونة على اساس ان هما يجي ياخدوهم وينقلوهم في اماكن تانية، ده غير ان كان في بعض الترب مدفونة تحت الارض باعماق كبيرة، غير كمان ان كان في جثث مدفونة اساسا بدون اي تابوت. فهنا قرروا ان هما يردموا عليهم ويبنوا فوق منهم مدينة الالعاب الترفيهية دي. وطبعا فضلت الجثث والأجساد دي موجودة تحت الأرض والناس فوق منهم بتلعب وبتحتفل ومش عارفين بالماضي بتاعت الأرض. في البداية كل شيء كان ماشي بشكل طبيعي وعادي جدا لحد سنة 1995، وهنا إدارة الملاهي بدأت تلاحظ حاجات غريبة بدأت تحصل لحديقة الحيوانات والحيوانات اللي موجودة جواها. في البداية لاحظوا إن الحيوانات تصرفاتها مش طبيعية، ده غير ان هي على طول بتكون شاردة الذهن او ان هي بتبص في مكان معين وكأنها بتبص على حاجة معينة ومعمول لها زي تموين مغناطيسي. وبعد كده بدأت الحيوانات ان هي تتعب وتموت، وده على اختلاف انواعها. فطبعا كان الموضوع ده عمل لهم حيرة كبيرة، وخصوصا ان الحيوانات اساسا ما كانش بيظهر عليها اعراض المرض قبلها بفترة، افتكروا انه ممكن يكون في فيروس في الهواء او في مثلا او ميكروب معين هو اللي بيصيب الحيوانات. لكن الاغرب
لكن الأغرب إن حتى الحيوانات اللي معروف إن المقاومة بتاعتها قوية برضه بتموت. طهروا وعقموا الحديقة أكتر من مرة، لكن الحيوانات برضه بتموت. وطبعا عشان سمعة المكان، فكان الحيوان اللي بيموت كانوا بيستبدلوه بحيوان تاني جديد أو يحطوه في نفس المكان، لكن كان برضه ما يعديش يومين ويموت. فهنا قررت إدارة الملاهي إن هي تقفل حديقة الحيوان. بعدها تقريبا بيومين كان في جوه الملاهي كان في زي كرنفال أو زي احتفال، وكانت مدينة الملاهي زحمة وفرحانة وزحمة، لكن الفرحة والسعادة دي ما دامتش. طبعا كلنا عارفين لعبة قطر السرعة، فاللي حصل إن في عربية من العربيات بتاعت القطر خرجت عن السكة، وأنتوا عارفين طبعا القطر ده بيبقى ماشي بسرعة عالية جدا، فطبعا اللي كانت راكبة في العربية وقعت وماتت. ومع الزحمة كان في مهرجان زي ما أنا بقول في اليوم ده، الناس لما شافوا الحادثة حصلت حالة من الفزع والهلع، وكل بدأ يطلع يجري. وطبعا لما اتحقق في الحادثة اكتشفوا إن القطر سليم والسكة اللي كان ماشي عليها سليمة، مفيش فيه أي مشاكل. طب إيه اللي حصل؟ محدش يعرف، لكن كان العاملين في الملاهي عارفين إن في حاجة مش طبيعية بتحصل في المكان، وكانوا على طول بيرددهم إن في لعنة بعد ما صابت الحيوانات بدأت إن هي تصيب البشر. بعد حادثة البنت دي بكام شهر بدأ أكتر من عامل يحصل له حوادث هناك في الملاهي وبرضه يتوفوا، لدرجة إن في عاملين كتير بدأوا إن هم يخافوا ويسيبوا الشغل ويمشوا، والوضع فعلا بدأ إن هو يتدهور، لدرجة إن إدارة الملاهي بدأ يوصل لها شكاوي كتير جدا من الناس الزوار بحاجات بتحصل ليهم ولولادهم هناك. وكانت معظم الشكاوي بتتكلم عن وجود خيالات بتتحرك، وإن في حاجة زي اللي بتشد ولادهم في حوض السباحة وبتحاول إن هي تغرقهم. لكن كانت أغرب الشكاوي وكانت بكميات كبيرة برضه، كان هناك موجود في الملاهي كان في قلعة كبيرة جدا، وكانت مبنية على نفس طراز قلعة ديزني، حتى نفس الشخصيات، يعني كان في تمثال سنو وايت، وكان في تماثيل للأقزام السبعة. وكانت معظم الشكاوي كانت بتتكلم إن مثلا تمثال سنو وايت بيغمز بعينه، أو إن هي بترمش، أو إن في مثلا بتبتسم. وكان في بعض الأطفال بتشتكي لأهاليها إن تماثيل الأقزام السبعة بتعتدي عليهم بالضرب، أو إنها عايزة تغرقهم في حمام السباحة. ده غير إن معظم العمال كانوا بيشتكوا إن التماثيل اللي موجودة في القلعة ييجوا تاني يوم يلاقوهم في الحديقة تحت. وطبعا بعد الشكاوي الكتيرة اللي بدأوا الزوار والأهالي يقدموها لإدارة الملاهي، وخصوصا تماثيل الأقزام السبعة وسنو وايت، لدرجة إن في ناس أكدوا إن التماثيل فعلا بتتحرك، وبدأ الموضوع ينتشر لدرجة إن بدأ الصحافة والتلفزيون يبدأ إن هو يتكلم في الموضوع ده. وكان مسؤولين الملاهي كانوا دايما يطلعوا ينفوا إن في حاجة زي كده فعلا بتحصل، لغاية ما في فعلا عيلة راحت هناك وصورت التمثال وهو بيحرك عينه. وهنا التلفزيون نشر الفيديو، الناس كلها لما شافت الفيديو جالهم خوف ورعب من مدينة الملاهي، وبدأوا الناس يهجروا المدينة دي خالص، محدش يروح فيها. وكمان شهادات العمال اللي كانوا هناك، واحد من العمال بيحكي وبيقول إن بعد ما الزوار بيمشوا والملاهي بتقفل بيبدأ هو وزمايله في تنظيف المكان، وهنا سمع صوت جاي من القلعة، صوت ضحك وصوت زعيق وهزار، فهو افتكر ان بعض الشباب يعني لسه ما مشوش وكده وقاعدين لسه جوه، فراح عشان يحذرهم ويقول لهم ان هم يخرجوا خلاص، يعني الملاهي خلاص قفلت. فلما طلع فوق على مصدر الصوت ما لقاش اي حاجه، لكن بص لقى ان التماثيل بتتحرك من مكانها والاصوات اللي سمعها دي خارجه منها. وهنا خرج بسرعه من المكان وقرر انه يسيب الشغل في الليل. بعد كده بدأ الأعداد الناس تقل خالص إن هم يروحوا الملاهي، لدرجة إن أصحاب المكان بدأوا إن هم يخسروا، وهنا قرروا إن يقفلوا الملاهي. حاولوا يعملوا لها دعاية من أول وجديد، لكن خلاص خدت سمعة سيئة، ما عادش حد بيروح، فقرروا إن هم يبيعوا الملاهي، لكن مفيش أي حد عايز يشتريها، فقالوا حتى يبيعوها ولو مجرد إن هي حتة أرض برضه محدش عاوز يشتريها، ولغاية النهاردة ما زالت موجودة، لكن هي عبارة عن مدينة أشباح، ومعدش حد بيجرؤ إن هو يروح هناك أو حتى إن هو يمشي جنبها.
ومن خطورة المكان ده المسؤولين في المكسيك قرروا إن هما يقفلوها نهائي، وبدأ المغامرين اللي بيحبوا استكشاف الأماكن اللي زي كده يروحوا يشوفوا إيه اللي هناك ويصوروا الأماكن والتماثيل اللي ما زالت موجودة لسه هناك. وفي مجموعة من الشباب قرروا إن هما يروحوا الملاهي دي، وفعلا راحوا ولقوا سنو وايت والأقزام السبعة موجودين في حديقة الملاهي. الغريب إن كل ما يطلعوهم فوق في القلعة، وفي هناك يوتيوبر مشهور جدا في المكسيك اسمه ألين مولر، هو معروف إن هو بيروح في الأماكن اللي هي زي كده والأماكن المهجورة ويروح يصور هناك وينزل على اليوتيوب. وهنا المتابعين بتوعه طلبوا منه إن هو يروح الملاهي دي ويصور لهم هناك ويأكد لهم كمان هل هي فعلا مسكونة بالأشباح ولا هي مجرد إن هي إشاعات وأساطير طلعت على المكان ده وهو بس مجرد إن أصحابها قفلوها لمجرد إن هم خسروا. والمغامر ده فعلا راح يصور هناك، وكان الوقت بعد الساعة 10 بالليل، لكن الغريب إن لقى الأضواء بتاعت الملاهي لسه شغالة، وفعلا صور تمثال سنو وايت والأقزام السبعة وهم موجودين في الحديقة بتاعت الملاهي زي ما الناس ما كانوا بيقولوا إن هم لما بيروحوا هناك يلاقوهم في الحديقة بتاعت الملاهي تحت. لكن الأغرب إن هو صور تمثال سنو وايت وهو بيمشي وبيتحرك من مكان لمكان. طبعا أنا هعرض مقطع صغير عشان في مشكلة، واللي يحب يتابع الموضوع ده في فيديوهات كتيرة نازلة عليه. No, aguanta, deja que mi cámara enfoque bien, deja que mi cámara enfoque bien, güey, eso no es el lado. No digas perras mamadas, güey. No digas. يا رب النهاردة تكون القصة عجبتكم، وشكرا ليكم ومع السلامة.